مرحبا، اخيرا بعد 20 سنه معاناه مع الوزن الزايد و15 محاوله جديه اني انزل وزني، قدرت اني احقق حلمي واللي هو اشوف عضلات بطني مبينه. انا اسمي سعد وبنادوني يوغي. خليني ارجع فيك شوي بالزمن لورا، احكي لك عن ولد صغير مليان او بالعاميه دبدوب، بحب الاكل وماخذه كهوايه بنفس فيها عن كل مشاعره. تربى ونشأ في عيلة عربية حرام فيها الواحد ما يكمل صحنه للآخر، وإذا أنت كنت معزوم عند حدا لازم توكل وبزيادة. كل ما كبر كرش الزلمة كل ما بتزيد هيبته. كبر الولد وتدور، وبلش أصحابه يتخوتوا عليه بالمدرسة وإخوانه يتخوتوا عليه بالدار، فقرر إنه لازم ينحف. وقتها ما كان في إنترنت ولا في أي مراجع الواحد يقرأ فيها بسهولة، بلش يجرب أنواع معينة من الدايت، ولكن للأسف فشل إنه ينحف ولا كيلو. كبر ودخل الجامعة وكبر حلمه معه، وبحكم الجامعة شباب وبنات وطلعات وطشات، صار الدافع عنده أقوى. سجل بالجيم وجرب أنواع جديدة من الأنظمة الغذائية. هاي المرة كان ينحف ويتقدم شوي، بس يرجع يفشل وينتكس ويزيد وزنه أكثر وأكثر. تخرج من الجامعة وبلش شغل، بطل عنده وقت بالمرة وخفت حركته على الآخر. بدأ يأس من حاله وبلش يقتنع بالخرابيط اللي بيحكوا عنها المجتمع، انه هاي هرمونات وجينات ومستحيل انه يضعف او ينزل وزنه. ولكن قرر انه يجرب كمان مرة، وهاي المرة كانت الاخيرة. هاي المرة حط فيها كل تعب السنين، كل التخويتات اللي تخوتوا عليها، كل الاشاعات والسلبيات والاحباطات اللي كان يعطيها المجتمع، حولها لطاقة ايجابية وانطلق. انطلق هاي المرة وما وقف وكمل للاخر. نزل وزنه 36 كيلو خلال سنة واحدة، وقدر انه يحقق هالحلم ونحف وشاف عضلات بطنه. وانا جاي هون لاحكي لك انك انت كمان بتقدر، انت بتقدر تحلم وبتقدر تخلي حلمك يصير واقع. بغض النظر عن سلبيات واحباطات المجتمع، بغض النظر شو ما كان هدفك، اذا انت ناوي توصل وما توقف وتكمل وما تستسلم اكيد راح توصل له. وانا فتحت هاي القناة لحتى اجي احكي لك شو الاغلاط اللي انا وقعت فيها واخرتني عن تحقيق هدفي واللي هو انحف وانزل وزني. وراح برضو احكي لك عن الشغلات اللي ساعدتني وسرعت لي بهذا الطريق. شكرا لمتابعتك لي، وبشوفك على خير. لا تنسى تشترك بالقناة. سلام.